كره وياها يا ابا تروفا فتحه يلعب تجربه اللاعب تذكر هنا هو صاحب الكره العباء يقصر نظن يعني هذا الاداء هذا والنتيجه جات يعني في ظل اللاعبين والمجهودات اللي بذلوهم يعني طيله الاسبوع في التدريب، وخاصه يعني طبقوا التعليمات، كانوا رجال في الميدان رغم يعني المشاكل عده لا تحصى يعني تاع المشاكل اللي راهو عايشها يعني الفريق، وهذا يدل على الشبان اللي عندهم امكانيات غير نقوموا بهم برك يعني من يعني شويه ماديات وكلش، وبربي ان شاء الله راح يعني يتحسن الوضعيه نتاعهم.